بدات وجهوني هكذا كاين الناس اللي يعرفوها وجهوني رحت لعندها. عندما رحت لعندها درت لها الجلسه بالطاقه. كيفاش يديروا الجلسه بالطاقه يا اخي؟ يديروا لهم الابر الصينيه ويديروا لهم موسيقى صينيه. قال لك حنا باش نعالجوا امراض التوحد لازم نقراو لهم الافكار تاعهم. قال لك ننوموهم مغناطيسيا يحاولوا كيفاش يقراو الافكار باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاهم. احلام عندما دارت لها الموسيقى ودارت لها الابر الصينيه ما نامتش. قالت لي بنتك ما قدرتش نشخصها، روحي الاسبوع القادم، الاسبوع القادم نجيب مختص صديقي في المهنه يجي يشخص معايا الحاله. عندما جبتها الاسبوع القادم جاء صديقها بروفيسور كان قرا معاها ثاني في الصين وتحصلوا على عده شهادات في هذا المجال تاع الطاقه. داروا لها الابر الصينيه، داروا لها ديك الموسيقى نفس الشيء. قالت لي بنتك واش من حاجه اللي ترتاح ليها؟ قلت لها القران. ترتاح لها القران. داروا لها الابر الصينيه وقعدوا يقراوا القران في قلبهم، احلام تقراه جهرا. قالت لي سبحان الله والله العظيم العلم اللي احنا قريناه لعده سنوات في الصين بنتك قراته لنا اليوم في بلاصه ما احنا نقراو لها افكارها هي قرات لنا افكارنا.